جل في علاه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ما العاقبة يا رب؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الناس إياكم وكفر النعمة فإن عاقبتها وخيمة. لابد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم، وليس أن نلقيها في الطرقات وفي مكب النفايات. أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله طعام كما هو يلقى عند مكب النفايات ويلقى في الطرقات. لماذا هذا التكبر وهذا البطر؟ لماذا؟ انظروا إلى مائدات الطعام في رمضان وفي المناسبات، والله كما هي توضع عند النفايات. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تلقى هذه عند النفايات؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. لماذا لا يتم توزيعها على الفقراء؟ لماذا لا يكون عندنا جهة رسمية تقوم على تدوير هذا الطعام وعلى توزيعه على الفقراء والمساكين؟ لماذا؟ لماذا بعض الناس، والله بعض الناس اليوم يرتدون عن دين الله جل في علاه بسبب الجوع وبسبب العطش؟ تأتيهم الجهات المعنية وتقوم بتوزيع الطعام عليهم مقابل ماذا؟ أن يرتدوا عن هذا الدين. والله سوف نسأل عن ذلك، والله سوف نسأل عن ذلك. كان يقول عمر الفاروق رضي الله عنه، كان يقول عمر الفاروق، قال: لو تعثرت بغلة في العراق لسئلت عنها. والله سوف نسأل عن هؤلاء الذين يرتدون عن دين الله بسبب الجوع. لماذا هذا التكبر؟ طعام كما هو يلقى عند النفايات. لا تتكبر، لا تتكبر على نعم الله، فإن ذلك عاقبته الذل والعار والانتكاس ورب الكعبة، ورب الكعبة. أختم بهذا الخبر. روى ابن أبي الدنيا في موسوعته وابن المبارك في الزهد أن امرأة كانت تملك المال والجاه والطعام، انظر ماذا فعلت، لا تتكبر على نعم الله. ذكر أن امرأة كانت تملك من المال والطعام، امرأة غنية كما يقال اليوم، مسحت براز طفلها يوما، مسحت براز طفلها يوما بماذا؟ بماذا؟ قامت على تنجية هذا الطفل بماذا؟ مسحته بقطعة خبز، أعوذ بالله، بقطعة خبز، ثم حفرت في الأرض ووضعت هذه القطعة في الأرض. في الصباح أغير على هذه القرية وسرق كل مالها وطعامها، فجاعت هذه المرأة، جاعت بعد الغنى وبعد وجود الطعام فجاعت. ماذا فعلت؟ انظر إلى العاقبة، إلى عاقبة من يتكبر على نعم الله. لئن شكرتم لأزيدنكم. ماذا فعلت بعدما جاعت؟ هي في الأمس ماذا فعلت؟ مسحت براز طفلها بقطعة خبز ثم دفنتها في الأرض. وفي الصباح أغير على القرية وسرق كل مالها وطعامها، فجاعت، أرادت أن تأكل فما وجدت من الطعام ولا من المال. ماذا فعلت؟ حفرت عن هذه الخبزة وأخرجتها ومسحتها وأكلتها. إياك يا عبد الله أن تتكبر على نعم الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ماذا؟ فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله. ما العاقبة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
بما كانوا يصنعون.